لو الحكايه فيها ان فيتو سوق هنا عندنا بيتخصص في تجاره الجمله اغلب الشغل بتاعه. السوق عندنا من اقدم الاسواق في مصر، يعني السوق ده اسمه سوق ساحل مصر القديمه. احنا عندنا في مصر اسواق الجمله زي سوق العبور مثلا، سوق ساحل رود الفرج، وسوق ساحل مصر القديمه. الاسواق بتاعتنا اللي كانت مرتبطه بالساحل على النيل عشان خاطر المراكب كانت بتجيب التجاره من اول اسوان والصعيد لحد القاهره. اليميش وهنخصه بالكلام عشان خاطر موسم رمضان. احنا عندنا اصناف اليميش، الجوز الهند مثلا بيجي من سريلانكا، بيجي من فيتنام، بيجي من اندونيسيا، بيختلف جوداته على حسب الخشانة بتاعته والنعومة، او ان هو يبقى كامل الدسم او متوسط الدسم او منزوع الدسم. دي درجات الجوز الهند بتفرقه. القمردين، احنا عندنا القمردين اساسه المشمش في بلاد سوريا ولبنان وبلاد الشام عامة. حاليا طبعا ما بيجيش بنفس الكميات، لكن هو بيجي وفي جودات محافظة لسه على الماتيريال بتاعتها وعلى الكواليتي المحترم. الزبيب، مصر فيها الزبيب المصري جودته من الجودات الكويسة، لكن الأعلى الجودات اللي هو الزبيب الإيراني. عندنا الواحات الخارجة والواحات الداخلة وسيوة، وهي المختصة بالبلح اللي هو الرطب اللي هو التم. ده مردك موجود عندنا بكواليتي. احنا كنا من البلاد اللي بتصدر التمور. عندنا مثلا اصناف المكسرات غالبا بقى، يعني صنف العين الجمل مثلا هو صنف بيجي من اوكرانيا وأوزبكستان، او افضل الجودات اللي هو الامريكي. كذلك الفستق بيجي من ايران او امريكي. الحاجات اللي احنا بنذكرها احنا محتاجين ان المستهلك نفسه يبقى عارف عنها عشان يقدر يحدد فروقات الاسعار عن طريق فروقات الجودة. اسعار السنة دي احنا اختلفت عندنا الاسعار طبعا عن السنة اللي فاتت. مش هنقول ان الاصناف نفسها اللي غليت، لكن احنا عندنا مشكلة كورونا والنقل. احنا عندنا الحاويات كانت بتاخد مثلا 2000 و 3000 دولار الحاوية عشان تتشحن وتيجي مصر. السنة دي وصلت بعض البلاد اولا ل 8000 دولار وال 5000 دولار، ثانيا المدة اتضاعفت. يعني اللي تغير عندنا السنة دي مثلا الزبيب الايراني وصل 80 جنيه، ده على مستوى طبعا القطاعي. الزبيب المصري وصل حوالي 50 ل 60 جنيه. الجوز الهند المتوسط الدسم او المنزوع الدسم في حدود من 50 ل 60 جنيه، ثاني بيبقى اعلى حوالي 10 او 20 جنيه. المشمش السايز 2 اللي هو الحجم الكبير منه بيبقى في حدود 110. القراصية تبقى في حدود 60 ل 80 جنيه حسب السايز بتاعتها وحسب بلد المنشأ، لان القراصية احنا عندنا منها مغربي، وعندنا قراصية من تشيلي، وعندنا قراصية من فرنسا، وعندنا اكتر من بلد منشأ، طبعا بتفرق كتير. اللوز القياس الكبير فيه بيبقى في حدود 120 ل 140 جنيه. البندق بيبقى في حدود برضو، يعني البندق بيبقى اغلى شوية، بيبقى في حدود 150 جنيه. الفستق والكاجو في حدود 200 جنيه. بس دي اصناف المكسرات. عين الجمل هو اللي ممكن برضو من 160 ل 180 على حسب بلد المنشأ بتاعته. الاقبال السنه دي متوسط، يعني احنا بنقول الاساسيات عندنا الاكتر فيها للاساسيات، يعني التوابل طبعا، صنف البلح، بعد كده بيتدرج القمردين، الزبيب. لكن لو دخلنا في الإقبال على المكسرات اللي هي سعرها ابتدى يتغير، لا طبعا الإقبال أقل من كل سنة.